مرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. من بعد الاحداث اللي وقعت في الصويره واللي ادت الى وفاه 15 امراه بسبب التدفع على القفه والمساعدات الانسانيه، خرجنا نسول المواطنين المغاربه واش هما مع ولا ضد اعتقال ديال السيد او الشيخ الحديدي اللي كان وراء هاد المساعدات الانسانيه. نشوفوا الاجابه ديالهم ونرجع لكم من بعد مشوفين. هو صراحه هو بالنسبه للاعتقال خصهم يشوفوا معاه يديروا معاه اجراءات امنيه، ياخذوا التصريحات ديالو والاقوال ديالو والشهود حتى هما، هذيك اجراءات عاديه ديال اي واحد كيوقع في هذاك المشكل، ولكن باش القضيه تكبر ويعتقل ويدخل السجن وداك الشيء هذيك مساله ما غير تفليه ماشي سياسه هذه، فهمتي؟ حتى هو انسان بغى يدير الخير وما عارفش نقدروا نوجهوا، ودار واحد الخطا بانه ما ديكلاراش للشرطه باش يجيو يديروا خدمتهم، هو ما عارفش دار واحد الخطا، ولكن ماشي حنا نعاقبوه صافي هو راه دار خطا خصو يتشد مباشره في السجن، لا ياخذ كاينين امور طرق اللي نقدروا نحاولوا نوعيو ويكون عبره ديال الناس اخرين اللي بغاو يديروا شي حاجه شي عمل خيري ما يجيش يديروا، خصو ضروري ياخذوا واحد اوتوريزاسيون باش يداه. لا ضد الاعتقال ديال السيد، حيتاش ممكن كيف ماتوا دوك الناس راه يقدروا يموتوا بزاف الا عاودوا عاوتاني شي ناس داروا فحالو راه غيعاودوا يموتوا بزاف ديال الناس، فهمتي؟ المهم حنا ضد الاعتقال ديال داك الشيء، وإلا كان بنادم باغي يدير أجر من الأحسن يدير أجر، فهمتي؟ تشارت شيب والنظام وداك الشيء باش كل شيء ياخذ وكل شيء يبقى على خاطره وصافي. لا بصراحة واحد الإنسان باغي يدير الخير تيساهم بالمال الخاص باش يعتقل المواطنين من المجاعة، خاصو شي تعتقل. إذن أي واحد غيبغي يساهم مع المواطنين المتضررين، عندنا بزاف ديال الناس ديال العائلات مالاقين ما ياكلوا، أي واحد يبغي يساهم معاهم غندخل نعتقلوه. خاصو شي اعتقال هذا السيد، وانا ضد الاعتقال ديالو وكنأيدو على هذا الفاعل الخير هذا، الله ينصرو الله يكثر من المتارو في هذه البلاد هذه. لا بسم الله الرحمن الرحيم، انا ضد هذاك الاعتقال، لقى السيد كيفرق دو بون فوا، بغى يدير اجر مع الله، بغى يساعد الناس. انا حسب الراي ديالي يعتقلوا الناس اللي ما داروش اللي ما نظموش اللي ما داروش لورغانيزاسيون ديال هذاك المكان باش يفرقوا ديك المؤونه للناس الضعفاء، هذوك هما اللي خصهم يتعتقلوا. زعما هذا كان فاعل خير. لا ضد بالنسبه للاعتقال ديالو، لحقاش هو كيبقى ان راه دار فيه على الخير، ما تيهمناش الخلفيات ديالو، تيهمنا هو دار فيه على الخير وبين ان كاينين ناس محتاجين. التدافع ولا غيره السبب ديالو شي حاجه اخرى الله اعلم شنو هو. هو بالنسبه لهذاك الانسان اللي قلتي كما قلتي كيدير الخير، هو فعلا الاصل ديالو هو انه كيدير الخير. هو معروف في كازا، الاسم ديالو هو الحديدي ورئيس ديال الجمعيه وامام ديال المسجد، يعني ما يكونش عنده شي خلفيات مثلا اخرى بحال مثلا سياسيه كما كنقولوا، ولكن هذاك الانسان كنظن كاع هذوك الناس يحذيو الحذو ديالو ويكونوا فحالو ويكونوا قدوه، غير السبب ديال التدافع ديال الناس والتطاحن ما بيناتهم هو اللي ادى ان توقع هذيك فاجعه. لو انه كان الامن وكان داك الشيء مثلا كما كنقولوا كانوا الناس ديال الامن ما كانش غيوقع هذاك الشيء، ما كانش غيوقع هذاك الشيء. ما بغيتوش يعتقل، انا بغيت الناس يكونوا من الحدو ديالو انه يقتفيوا به، يقتفيوا به، لان كاين الفقر، كاين راه كاين الفقر في المغرب، حنا راه ماشي غافلين. اذا خص الناس انا كنقول ضد الفكره ديال الاعتقال ديالو. رجعنا لكم مره اخرى مشاهدينا، كما سمعنا في المواطنين المغاربه كاملين كيقولوا بانهم ضد اعتقال الشيخ الحديدي اللي كان كيوزع المساعدات الانسانيه بمدينه الصويره، الشيء اللي ادى الى وفاه 15 امراه منها حوامل. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه برنامجكم نسولوا الناس، نضرب لكم بعد في حلقه جديده سؤال جديد، تبقوا على خير.